معكم بهدى وهن من بانوراما مستمعينا. ومثل ما سمعتوا العريس فايز قالنا انه بيعرف كثير من الشباب اصحابه اللي بعدهم ما تزوجوا لهلا بسبب تكاليف الزفاف. خلينا نتوقف مع هذا الموضوع ونشوف شو الطرق المتاحة للتخفيف عادة على الزوج بالتحديد من أعباء حفل الزفاف. خليني رحب بضيفنا المستشار المالي الأستاذ محمد بن صالح. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين. يسعد نهارك. يعني كنا عم نحكي من شوي مع العريس فايز اللي كان عامل حفل زفاف، ولكن بالنسبة للجمهور اللي حب يدخل غير عائلته كان كاتب على دعوة الزفاف بأنه تكلفة الدخول 400 ريال للي بده يشاركوا فرحته ويحضر معه الحفلة. هلأ أستاذ محمد، في بعض الأحيان منشوف أنه حتى في إشياء على حفلات دعاوي كروت الزواج، مثل ما كنت عم أقول، من الإشياء الدارجة كتير واللي بعض المجتمع ما بيتقبلها، أنه لما تحط رقم حسابك إذا بدك تقدم هدايا فبتقدروا تبعته على هالحساب. هلأ ما بعرف بالمملكة العربية السعودية قديه موجودة هالشي، ولكن أنا من أقل من شهر تقريبا هوني بالإمارات كان في دعوة لحضور حفل زفاف استلم هيك. كيف تلاقي هذه الأفكار أنت؟ طبعا أنا شفت الفكرة صراحة وأجدها غريبة نوعا ما. طبعا إحنا نناقش الفكرة هنا بشكل عام، ما نناقش الحدث أو الزواج. نعم. طبعا حد ذاته. طبعا في جميع أنحاء العالم، حتى عندنا في المملكة في ناس بتقدم هدايا والناس بتقدم حتى هدايا نقدية. نعم. لكن المشكلة في وجهة نظري في طريقة الطلب. نعم. واعتقد حسب وجهة نظري انها غير جيده. يمكن اللي فكر في الفكره ظن او كان يظن انها طريقه ابداعيه، لكن اتوقع انه اخذت الزواج الى منحى اخر واصبح مادي بشكل كبير. نعم. حتى احنا دائما مشهور على مستوى العالم انه عندنا ما يسمى الودينج بلانر. اتوقع انه اذا حنستمر بنفس الطريقه حنحتاج فاينانشال بلانر. نعم. في العمليه هذه. نعم. ممكن يكون كويسة لنا إحنا كمستشارين ماليين، ممكن نسوي دراسة جدول الزواج هل هو مجزي ولا لا. نعم. العروسين يعني يتفقوا على الزواج. نعم. لكن أجد إنه طريقتها غير جيدة. طريقة الطلب يعني فيها تعارض كبير في فرحة الزواج. نعم. اللي حاب يفرح معك من الصعب جدا إنك تطلب مبلغ عشان يجي يفرح معك أساسا. نعم. إذا المبلغ هذا لتغطية تكاليفه هو. نعم. فأنت ما أنت محتاج تدعو عشان تغطي تكاليفه. نعم. إذا كان ما حيحضر عندك إلا بمقابل مادي. نعم. هذه وجهة نظري، وفي ملاحظات كثيرة جدا مالية وقانونية وثقافية على الموضوع. في ملاحظات قانونية بتكون على الموضوع. هلأ نحن كان معنا العريس وقال إنه هيدا إله علاقة بشي على السوشيال ميديا وناس قالوا له حابين نحضر، قال لهم بتحضروا هالقد تمن الكرسي تفضلوا أهلا وسهلا فيكم معنا. هيدا شي نوعا ما خاص مثل ما حضرتك قلت حدث، ولكن بصفة عامة لما بيتم إرسال كارت وهيدا رقم حساب وبعتوا عليه، في مشاكل قانونية بهالموضوع ولا لا؟ يعني طبعا في مشاكل قانونية. عفوا، أنت لا يحق لك أنك تجمع أموال. توظيف الأموال هذه مشكلة كبيرة جدا، وفي قوانين وفي لوائح صدرت فيها توظيف الأموال، أو حتى غسيل الأموال ممكن تدخل فيها. لكن أنك تجمع أموال من الناس العامة بدون أي ترخيص هذه مشكلة. وإذا تبغى تكون عملية تجارية فلا بد يكون عندك سجل تجاري، لا بد يكون عندك، ولا يمكن أن تستخدم حساباتك الشخصية في جمع الأموال من الناس. نعم. حتى لو هدية العرس. هدية العرس ترسل لك بطريقة خاصة، لكن أنت تعلن للجمهور. نعم. أنك تتقبل هذه على الحساب الشخصي أو على الرقم التالي وتنشرها، وهذه فيها مشكلة. أما نعم. إنه شخص يرسل لك لحسابك الشخصي أو صديقك هذه ما فيها مشكلة. نعم. لكن تتحول عملية نشر وتوظيف أموال هذه غير جيدة. نعم. لكن القانون يمنع الشيء هذا. نعم. قدي الواحد لازم يكون بإشياء بسيطة جدا على علم ويتأكد إذا قانونيا بتصح ولا لا. عموما أستاذ محمد، شو في طرق حتى فعلا يتم التخفيف على الزوج أعباء حفل الزفاف؟ المملكة العربية السعودية مثل كتير من الدول العربية حفل الزفاف بجد عبء
على بالمملكة يمكن على الرجل أكثر، في دول عربية لا، يمكن البنت بتساهم مثل أهل العروس بيساهموا مثله مثل أهل العريس، ويمكن في دول أخرى لا، حتى العروس اللي بتدفع وبتتكفل بكل شيء. اليوم إذا بدنا نحكي عن المملكة العربية السعودية، هذا العبء اللي بيحمله الشاب على كاهله وهو وأهله لحتى يقدر يتزوج، كيف ممكن طرق تخفيفه؟ العبء هذا صنعت الثقافة، خصوصا الثقافة القبلية في السعودية، لكن يعني جانا كوفيد 19 أو كورونا وقدم لنا خدمة العمر، تحولت الزواجات إلى زواجات عائلية وكانت مبسطة وسهلة جدا، لكن الناس ترفض الشيء هذا وتبحث عن التميز. من أهم 10 أشياء الإنسان يدفع فيها على مستوى العالم هي المنافسة والتميز بين الأقران. الإنسان دائما بيحب التميز، ولذلك نجد أنه التكاليف الضخمة سببها الرئيسي أنه أنا أبغى أتميز، ما أقدر أسوي أقل من الآخرين، مع أنه أنا ما أشوف في أي مبرر أنه أنا أدفع في ليلة واحدة وأجلس أعاني 10 سنوات أسدد فيها. فعلا. فأنا أرى أنه الحل يبدأ من داخلنا، وكوفيد 19 أو كورونا قدم لنا خدمة العمر، المفروض أن نستمر عليها وتكون الزواجات عائلية ويدعى فيها الأصدقاء المقربين من العائلتين من الزوجين. ونكتفي بالشيء هذا ونعيش حياتنا بكل بساطة. ليش ندفع مبالغ كبيرة ونجلس نعاني 10 سنوات ويعاني الزوجين فيها عشان فقط ليلة واحدة أن يكون أفضل من الآخر؟ واسأل نفسك دائما سؤال، يعني أنت حضرت زواجات كثير، هل باقي تذكر منها شيء؟ هل أنت زاد تقديرك للشخص الآخر لأنه زواجه كان أفضل وأكبر؟ ترى معظم الأشياء هذه هي أشياء وهمية نتخيل أنه نتميز فيها، وهي ما لها علاقة بالتميز أبدا. برأيك حفل الزفاف مهم أم هو نوع من البذخ؟ لا، حفل الزفاف مهم وواجب، ولكن بالطريقة الصحيحة، ما تكون بالطريقة اللي فيها أكبر من إمكانياتي. يعني بالعكس، الهدف إيش الهدف من الرفاهية، أو إيش معنى الرفاهية؟ يعني هل إنك تعيش ببذخ أو تعيش بسعادة؟ زي ما تكلمت قبل شوي، هل أنا ممكن أضحي بليلة واحدة عشان أبرز أمام الآخرين وأعيش 10 سنوات وأنا أسدد هذا القرض؟ لا، أنا ما أشوف إنه جيد. هي للأسف الشديد فكرة إنه دائما هيدي قيمة العروس، دائما في أهل بيفرضوا لأنه بيعتبروا إنه إذا قللوا من تكاليف الزواج هني قللوا من قيمة بنتهم، وفي بعض الأحيان لا، حتى أهل الشاب واللي هني عم يتكلفوا هني بيعتبروا هيدي قيمتهم، ولازم يناسب الحفل قيمة العيلة واسم العيلة وإلى آخره. كلامك صحيح، وهذا للأسف ترى مو موجود عند الطبقات المتعلمة والمثقفة، في الغالب يكون موجود عند الطبقات التي تبحث عن التميز في القشور. بظل الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات الزواج، كيف بيقدر الرجل اليوم يدخر وبنفس الوقت يعيش مرتاح؟ ما بدنا نقول برفاهية، مرتاح. يعني الشيء الأول والمهم أنه الشيء ما تقدر عليه لا تتكلف ولا تتدين حتى تحصل عليه. والديون القصيرة هي أكبر، أو الديون الاستهلاكية هي أكبر مشاكل العصر الحالي، وهي اللي تسبب المشاكل الاقتصادية والدورات الاقتصادية السريعة بشكل عام. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. ما بعرف إذا في نقطة معينة بتحب تحكي فيها قبل ما نختتم، ربما ما تطرقت لها سؤال. طبعا أنا بس أوضح نقاط مهمة جدا. إذا تبغى زواجك يكون تجاري وتبغى الناس تدفع، فلا بد أنك تعاملهم كمعاملة العميل، ولا بد أنك في الزواج تتأكد أنه المبلغ اللي دفعه مقابل بسطتهم في هذه الليلة. ولا بد أنك تلف على اللي في الزواج وتسألهم عن جودة الجو والأكل والحفلة، ولا تزعل إذا كان عندهم انتقادات، ولا بد تعرف أنه هناك في مشاكل قانونية وفي مشاكل لها علاقة بالغطاء التجاري وتوظيف الأموال. وفي نقطة مهمة أيضا، هل بيدفعون قبل ما يجون ولا بيدفعون عند الزواج؟ وهل حيكون عندك نقطة بيع داخلية؟ يعني هذه أشياء كثير جدا، طبعا هي من باب النقاش فقط، ما أتوقع أنها تكون صحيحة، ولكن أنا أتوقع أن الزواج أرقى وأجمل
ليلة العمر ما ينفع أن نخليها عمل تجاري رأس مالي بحت. نعم شكرا جزيلا لك المستشار المالي الأستاذ محمد بن صالح، يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا.